السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رياض بدر من كلية علوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل موديلينج لتفاحة ونعطيها ماتيريال. أحسن طريقة أسهل طريقة بالنسبة لي أن نستخدم الأسبلاين. يجي نكبر الشاشة تبعت الفرونت وحاول أعمل شكل بيشبه شكل التفاحة. لو أنا جيت هو يفضل أن يبقى في عنده تفاحة موجودة. هي هيك شكل. لو كان في عندي صورة تفاحة لكانت الأمور كتير أسهل عليا، لكن مبدئيا بيمشي الوضع. لو أنا جيت عملت شيفت وعملت نسخة جديدة من الأسبلاين اللي عملته وحطيته نوعيته ريفرنس. ليش ريفرنس؟ عندنا راح نشوف. عشان أجي على ريفر على الجسم الجديد تبعي وأحط عليه موديفاير الليث، راح نلاحظ ان في الحيلة تبعتنا هذه لها كتير فوائد عندي. خليني اشوف مشهد من هان. اوكي، خلينا نشوف كيف هذه المشهد راح يصير ان شاء الله تفاحة بشكل جيد. راح اطلع من الجسم تبعي وراح اغير على الجسم هذا. ايش بغير على الاسبلاين؟ راح يتغير على شكل التفاحة اللي عندي. فانا راح اجعل نقاط بتهيألي هدول من الجيد لو انا عملتهم سموث. هذه النقطة لو بعدت شوية او يمكن لو حذفتها بكون احسن. هذه لو لفوق شوية المنظر تبعي صار بيشبه مبدئيا التفاحة. هذه لو رفعنا لفوق شوية. اوكي، نعلم عن النقاط هدول ونعدل ونتائج ما هي قدامي ظاهر. اوكي، تفاحة متواضعة. شكل تفاحة متواضعة لا بأس به. اوكي، بلا هذا شوية لقدام. اوكي، انا عايز اكسيها بالخامة تبعتي. راح استخدم معالج الخامات. انا راح الغي الخامات الموجودة مسبقا. هذي خليها واحد وهذي اثنين. اوكي، راح اجعل الخامة تبعتي. انا عايزها تبقى تفاحة، يعني كان بينفع تكون لونها احمر، تفاحة حمراء بهيك شكل. اوكي، واعمل الصاين للجسم تبعي هذا. اوكي، بس هي كمان ما بتشبهش اصلا التفاحة اطلاقا. طيب التفاحة هي بتبقى اصفر احمر من تحت وبتصفر او اصفر وبتحمر، في تدرج عندي، وبالتالي الطريقة بتزبطش. لو انا اجيت واستخدمت احد الماتيريال او الفانكشن ماتيريال اللي عندي اللي هي جريدينت او جريدينت رام، اجي انا عايز جزء منها احمر والجزء الثاني يكون عندي اصفر، يكون في عندي تدرج في النص. لو انا عملت له شو التفاح اللي عندي الشكل هيك. حاول ألعب في الألوان شوية هيك شكل.
عمل تدرج تبعي. شوف الرندر حاول اعدل. لون الاحمر شوية بدي يبقى تحت احمر هيك شكل. هو الصحيح ان انا كل ما اجتهد راح اواجه شوية مشاكل. انا عايز اعمل كتير شغل عشان تطلع معي شكل تفاحة بشكل لائق، لكن في طريقة اسهل، هي الطريقة المشهورة تبعتنا، انه انا اعمل اجيب صورة تفاحة او اجيب الخامة تبعت التفاحة كصورة كوبي واطبقها عليه. اختار التفاح هذا على افتراض، وهذه انا عايز اختار ماتيريال بتماب صورة خامة التفاحة. اختار هنا فورمات وادور عندي خامة التفاحة هيها واوبن واعمل الصين. خلينا اشوف الخامة، والله هي يعني جيدة ولكن فيها شوية مشاكل، لا يزال فيها مشاكل، واضح انه عندي كتير مشاكل. لو انا حاولت اعمل دوران للخامة تبعتي، واضح انه الخامة جاية بشكل غلط. لو انا حاولت اعمل دوران تدريجيا راح الاحظ انه عند 90 درجة الخامة صارت موجودة بطريقة جيدة او موزعة بطريقة جيدة. هذه عندي خامة تفاحة ألطف بكتير من الموجودة عندي. لو أنا حاولت أو تغلبتني الأمور بينفع أنا أعلم على الجسم تبعي وحلال المشاكل UVWMAP، أقول له أنا عبارة عن سلندر والسلندر تبعي أنا عايزه أعمله دوران بزاوية 90 درجة هيك شكل، واجي اعمل له تحت فيت. راح الاحظ ان الامور عندي ماشية بطريقة جيدة، منظر تفاحة زي ما انا شايف. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.